بعد ما اخد التليفون ده، لان انا عندي سؤال برضو اتمنى ان انتوا تردوا عليا كلكم فيه. يعني معايا على التليفون كابتن وليد صلاح الدين مدير الكره في الاتحاد السكندري، بنبارك له بالتاكيد. كابتن وليد الف مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن سيد، الله يخليك، تحياتي ليك وتحياتي لكابتننا الكبير كابتن ماهر امام وكابتن اسامه عرابي وكابتن اسامه حسني. ثاني اسامه حبيبي يا اسامه، ربنا يخليك كابتن. مبروك يا وليد. مبروك يا وليد. مبروك يا وليد. الله يبارك فيك كابتن، ربنا يخليك. مبروك لنادي الاتحاد، جماهيره ومجلس ادارته، جهازه الفني، لعيبته، هارد لك النادي الاهلي. النادي الاهلي ما بيتاثرش باي هزيمه، ونتمنى ان شاء الله باذن الله نرجع من افاق الصيف بفوز ان شاء الله. ان شاء الله. قول لي نقاط محدده اشتغلتوا عليها النهارده، يعني احنا بنستعرض التشكيله او الطريقه اللي هتلعبوا بيها النهارده عن طريق طبعا كابتن حلمي طولان. فقلت يمكن راميين احمد داوود تحديدا عايزين يمسكوا الكره في نص الملعب شويه، مع انطلاقات سيسي وانطلاقات بناهيني والمحطة بتاعت خالد قمر، فعايز واحد يبقى من تحت شوية يعملها صح بس كده، مع الحالة بتاعت الأهلي وخصوصا الارهاق اللي كان باين عليه الأهلي في مباراة وفاء الصيف. هل تحليلنا كان مظبوط ولا لا يا كابتن؟ كلامك مظبوط 100%. يعني احنا ما اشتغلناش طبعا دلوقتي، اشتغلنا من أول الأسبوع بعد مباراة الجونة، اتفرجنا على مباراة وفاء الصيف وقلنا الكلام اللي انت بتقوله بالظبط. النادي الأهلي مجهد، النادي الاهلي غالبا هيبقى فيه عناصر غايبه، اتفقنا على ان احنا محتاجين لعيب كوره يمسك كوره في نص الملعب. النادي الاهلي بيضغط بشكل كبير جدا، فعايزين حد يقلل الضغط شويه من خلال نور وخلال داوده يمسكوا الكوره، وحميناهم بديديه كوري اللي بيبتدي اول مباراه، ولعبنا 4-3-3. رمينا بناهيني على صابر رحيل، ورمينا سيسي على احمد فتحي اللي بتمنى له ان شاء الله يا رب ما تكونش، يعني اطمنتوا على احمد فتحي ولا لا؟ يا ان شاء الله الرحمن كدمه بس في العضله الاماميه باذن الله. طبعا. كدمه في العضله الاماميه. طب الحمد لله. يعني زي ما انت بتقول، يعني اشتغلنا على ان النادي الاهلي هيضغط، وقلنا للولاد لو قدرتوا تقفوا اول ربع ساعه تلت ساعه وكان عندكم ثبات انفعالي في الملعب واستحملتوا الضغط بتاع النادي الاهلي، المباراه كل ما بتطول كل ما النادي الاهلي هيبقى عنده اجهاد بدني، هيبقى باين على صابر رحيل قوي، هيبقى باين على اكرم، هيبقى باين على مروان جدا الناس اللي ما بتلعبش بقى لها فتره يعني. طيب على العموم طبعا مبروك يا كابتن وليد، كل التوفيق ليك. يعني مبروك كمان السيسي، عامل ماتش كويس قوي قوي يعني في رزق السيسي الحقيقه، يعني كان واحد من نجوم اللقاء يعني. الحمد لله. يعني انا اتمنى بس كمان ان انتوا تبقوا تناقشوا حته ان اللعيبه المعاره ازاي ما تلعبش المباراه اللي ضد ناديها. فانا لا، دي ما بتحصلش غير في نادي واحد بس، ما بتحصلش. اولا الكلام ده غير 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 قانوني اطلاقا، لا بيتكتب في عقود ولا يعتمد به، لا اجتهاد مع نص. اتعملت مره بس يا كابتن سيد في انجلترا، عشان بس يعني بالاتفاق يا كابتن وليد. محددين. اسمع كلام بس يا كابتن وليد، باتفاق. يعني لو انا اتفقت معاك على كده وانت قبلت، او انت قبلت الاتفاق ده، مفيش مشكله. لكن لو لعبته بعد الاتفاق ده الكلام يعني مفيش مشكله خالص، مفيش مشكله خالص. برضه هو لازم، وانت بتديني لعيب اعاره اكيد انا هوافق على اي حاجه انت بتقولها، لكن يعني ان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله في البطوله العربيه. بس خلي بالك بس في البطوله العربيه يا كابتن وليد ممكن نشوف سيسي قاعد بره ال 18. ده اكيد، هو لان مكتوبه تقريبا في العقود، وفي زي ما لا يا كابتن يقول. يا كابتن وليد لا يعتمد بالكلام ده، الكلام ده لا يعتمد به اطلاقا في الاتحاد الانجليزي. اكمل لك بس، في الاتحاد الانجليزي في نص الاتحاد الانجليزي ده يعني حطه في الاتفاق ممكن كده، لكن الاتحاد الدولي انا بقول لك الكلام ده غير مسموح، الكلام ده غير مسموح خالص، ولا فيها عقوبه ولا فيها اي مشكله. يعني انت مش بتبيع لي بيعه، تمام؟ انت دافع فلوس ولا مش دافع فلوس؟ دافع فلوس، دافع، مش بايع لبيعه او بتديني اعاره وبتمن عليا يعني او بتشترط عليا. فانا بقول لك ده مش قانوني. يا رب ان شاء الله باذن الله نحاول نوصل ان شاء الله باذن الله لحل يعني يرضي جميع الاطراف، لان احنا في الاخر اللعيبه دي هنبقى كمان محتاجينها في نهايه السنه، وهنحاول نشتريها، وهيبقى لينا الاولويه، ويعني نتمنى ان هم يكونوا معانا ان شاء الله. جمد قلبك بس، جمد قلبك، كل ده في التهويش. جمد قلبك، لاعب الراجل ايا كان النادي المعار ليه مفيش مشكله خالص قانونيه يعني. كابتن وليد كل التوفيق ليك، وشكرا جزيلا لحضرتك، ومبروك مره ثانيه.